هذا باب في تلك الغربة، هذا باب المراد، هذا قاضي الحاجات، الله يقضي حوائجنا وحوائجكم بحق باب المراد. صور لأن يصعب على الغيور أن يرى إمامه وهو في ذلك السن وفي تلك الغربة في مثل هذه الليلة بأبي وأمي يتقلب على فراش المرض وقد سرى السم في أعشائه، وذلك بعد أن سقي من قبل زوجته أم الفاضل، كانت حاقدة على الإمام، بس ما أدري شلون سقت الإمام ذلك السم. رواية تقول كان الإمام صائم في يوم شديد الحار، قدمت له ذلك الإفطار، بعض الروايات تقول في عنب، بس ما أدري إيش حالة الإمام عندما تناول شيئا من ذلك العنب. أحس كأن من في إلى سرة من يجرحها بالمواسي أو يشرحها بالسكاكين، عند ذلك نظر الإمام إليها قائلا قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله، ما وأنك قد قتلتيني، فاسقيني شربة من الماء. أيوة سيدا، أيوة إماما، تقول الرواية. فأقبلت إحدى الجواري، جاءت بكأس من الماء للإمام الجواد، تناوله الإمام، أراد أن يشرب ذلك الماء، فجاءت تلك العدوة وضربت الإمام على يده وسقط ذلك الكأس. أيوة إماما، دون أن يشرب ذلك الماء، تقول الرواية. ثم أخرجت من كان في الدار من الجواري، فبقي إمامكم يتقلب على ذلك الفراش. أيوة سيدا، أيوة إماما، الله ينكبات الدهر صعبة وشديدة، وفعلت بني العباس معظم همجينة ويا الجواد اليوم سووها مكيدة، بسمومهم فتوا مهجتة وقطعوها. أويلي باب المراد ومهجة الزهرة البتولة، بنت الأراذل سمت بها اليوم غيلة، ما قصرت بسمومها فتت غليلة، وأهل الغدر من ضغاينهم شفوها. أهل العزاء، يقول بعض المؤرخين عند ذلك أخذ إمامكم وهو في تلك الدار أخذ يتحابل نفسه لعله من ضيق تنفس الإمام وحرارة ذلك السوم، صعد على سلم الدار حتى وصل إلى سطح، لماذا؟ لعله يريد أن يروح عن نفسه أو يسمع الجيران، لعل أحدا يأتي إليه يمرض. بعض المؤرخين يقول لا، إنما صعد على سطح الدار وألقى بنفسه عليه، أراد بذلك أن يواسي جده الحسين بأن يموت غريبا عطشانا، تظهره حرارة الشمس. يا مولاي وسيدا، ملقا على السطح لم يحضرك من أحد، تعالج الموت لا ظل ولا ماء، حجة البارع على السطح يا خلق مطروح بالشمس مرمي والمسك من جسمه في فوق. أوالي فوق السطح يومين والثالث بلمهاد، مطروح أبو الهادي وطيبة غمر بغداد. فوق السطح يومين والثالث بلمهاد، مطروح أبو الهادي وطيبة غمر بغداد.
وظل بالشمس وين العشيرة والأمجاد وين الذي لأرض المدينة بهم تيرو وإماما يوصل القبر المصطفى ويسجد العبراء ينعى الجواد ويهل دمع فوق قبر وينتحب ويعرج على روضة الزهرة إلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطرو الله يا زهرة شم جنازة من بنينك تبقى بالأموارة وشفتها بعد والسبب كله من الذي سقط جنينك ورث علينا الهضم والحسرات وفوق السطح ضاق السطح واحد ثلاث ايام خلاه واحد على حمامي الفوق الجسر ذب واما غريب الغاضري بخيل ناسه وشم جسد يم حسين برض الطف مطرو وويلا الله يا زهرة شحلت بقلبك مصايب سوت فجايع هالدهر بشمال غال واما المصيبة اللي تخلي القلب ضايق سبي الحرم والروس فوق رماحة له